ليه بدنا نتنبل رئيس مخفر سيدنا؟ شو بيعرفني؟ روح اسأل أهل العلم. ليش عم تسألني إلي؟ لأني سألت وقالوا لي يومين ثلاثة ببعثوا لنا رئيس مخفر. ها وليش مستعجل أنت التاني؟ شو بالظاهر ما لي عاجبك؟ ولو يا سيدي مو هذا القصد. البركة فيكم، بس يعني عدم مؤاخذة، لا فيك تعطيني إجازة أنت ولا ترفعني ولا تصرف لي مكافأة. مو عم قلل من قيمتك سيدي، لا والله فيك البركة، بس أنت يعني عدم مؤاخذة قاعد على كرسي رئيس المخفر نيابة عنه كم يوم بما يجينا رئيس مخفر جديد. معك حق، بس وحياتك أنا بيطلع بإيدي وكلمتي فوق مسموعة ومالي طرطور مثل غيري. عسلامتك سيدنا، فيك البركة مساعد حسين. أنا مو هذا قصدي، بس أنا خايف يجينا رئيس مخفر أزعر مثل اللي كان قبل منه. يخرب بيتك على هلسان، لك بركي سمعك حدا. وصاروك يا ليل يا ليل على هنا وسرور وسرور، والشمس وعد الليل الليل تطلع عليهم نور نور نور. الله الله يا معلمي، شو حدا طلعه لك وراتب لك قعده وراتب. أبي كان الله يرحمه صوته حلو كتير، وأمي كانت تدق عود وتغني باستقبالات النسوان. يعني عيلة فنية؟ نعم. عم قول عيلة فنية معلم؟ عم تتمسخر ولا كعدو؟ لا والله يا معلمي ما عم بتمسخر، عم بحكي جد. لأنه أنا الثاني ستي الله يرحمها كان صوتها حلو كتير كتير، وكانت تغني بالموالد والأعراس. ما عرفتها لستي معلم؟ لا والله. مين بتكون يا نور العيون؟ نوال الشامية. ها نوال الشامية ما غيرها؟ ايه ما غيرها، عرفتها معلي؟ لا والله. الله يصلحك يا معلمي، ستي نوال كان صوتها كتير كتير حلو، كانت شاطرة بالمقامات والعرب. هلا هي صحيح في خنة بصوتها وكانت تتعطس كتير، بس الناس كانت تحبها، شو بدنا نساوي له؟ بعدين بنات مكنوا بحلب اللي صاروا وتصيطوا، هدول طالعين من تحت جناحها. ايوه اه الله يرحمها يا سيدي. جميل جمال مالوش مثال، ولا في الخيال صدى اللي قال زي الغزال. جميل اهلين وسهلين ومرحبتين بالقامي والعين. اهلا وسهلا ومرحبا بالاستاذ. امور يا سيدي حضرتك ابو صبري مكوك؟ ايوه انا ابو صبري مكوك. وصلت يا استاذ. امور اهلا وسهلا ومرحبا فيك. دلوني عليك جماعه بيعجبني رايهم، قالوا لي قال انه انت احسن من فصل جاكيت بالشام، فحبيت اجي اتعرف عليك وشوف امكانياتك. معلمي امكانياته رهيبه، والاكثر من هيك انه سمع. انا عم بحكي مع الاخ، انت مين بتكون؟ انا كعدو خردق، انا تلميذه لاب صبري. خليك على جنب اذا سمحت، انا ما بحكي الا مع معلمين. الله يسامحك يا سيدي، اعطيني حلمك. معلمي بيستحي يحكي عن حاله، مشان هيك حبيت حطك بالصوره. اخي لا تحطني ولا بحطك، خليك بحالك الله يرضى على اسمك. ها خلاص كعدو خلاص، شو بك؟ امرك معلم. ايه سيدي امرني. حضرتك بدك تفصل طقم رجالي؟ شو ها؟ طبعا رجالي لك النسواني. لا 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 عفوا، مو هذا قصد. هذا خلينا هيك. شوف عمي انا بدي فصل طقم، بس اذا عجبني راح ساويهم طقمين. ايه على عيني وراسي، انت بتأمر امر. ايه سيدي الجوخه من عندك ولا من عنا؟ ليش انت في عندك جوخ؟ ولو شوفت عينك، بيت السبع ما بيخلى من العظام. عندي يا سيدي، عندي من العظام، عندي من مختلف انواع الجوخ، كوبونات، كوبونات فاخره جدا، هيلد من افخر الاصواف الغاليه والعالميه، وعندي كمان ترقال، تويد، ديولين، يعني شو ما بتطلب عندي سيدي. مشي. طيب شو رايك تاخذ قياسي بالاول؟ على عيني وراسي، تكرم عيونك. الاسم الكريم استاذ؟ حمزه نقرها. اه؟ نقرها. نقرها. وبالسبعة تنعار فيصل نقرها. شو بيربك دخيل عينا؟ اللهم اجيبك يا طولة الباب. لك عمي انت خليك بشغلك الله يرضى على اسمك، انا عم بحكي مع المعلم. امرك سيدي. ابو صبري ان شاء الله ما بتطول بالتسليم. لا لا ابدا سيدي. هوا هوا؟ شو يعني هوا؟ يعني بعد 20 يوم بيكون الطقم جاهز باذن الله.
لك لا شو عم تحكي شو 20 يوم؟ أنا بدي الطقم يكون جاهز بعد 12 يوم، في عندي عرس وبدي أحضر فيه. والله يا سيدنا أرها أخي إذا بتريد نادي لي أبو سليم. يا على عيني وراسي، والله يا أبو سليم نقرها. لك أخي نادي لي أبو سليم وبس، شو بدك بالكنية؟ خلص طبقتها يعني؟ أيوه على عيني على عيني. أصبح خلينا ناخذ القياس بالأول، بعدين بنختار الجوخة. شو رأيك أستاذ؟ إيه ماشي، شوف شغلك. قعدوا. إيه سيدي. شلون بتحب الخصر؟ مزمرق. طيب على عيني وراسي. اكتب يا كعدو الخصر مزمرق. شو يعني مزمرق معلم؟ اكتب مثل ما عمل لك. امرق 95 65 نعم 45 45 شاخ عفوا شاخ 45 نعم باطن طيب 56 نعم. يا سيدي نحن خلصنا قياس، بتحب تنقي جوخة؟ هات لشوف ورجينا شو في عندك. تكرم عيونك يا أستاذ. شو قلت لي بتفضل اللون؟ والله أنا بفضل اللون الكحلي، يعني ما بعرف بس بحس انه اللون الكحلي لون اكابري. لكن يا سيدي لكن تسلم لي، شو انك مزوي على عيني وراسي. كحلي كحلي، وين حطيت الكحلي انا؟ وين يا ربي؟ ايوه هذا هو. يلا شوي شوي مشانك. ايوه شوف دس دس من عمو، شايف من عمو؟ هلا ما في شك القماشة منيحة، بس أنا بفضل جيب الجوخة من عندي. لا ليش لحتى تعصب حالك؟ أنا بإذن الله ما بغشك، وهالكوبونة اللي عم ورجيك إياها هي من أفخر أنواع الصوف، هي من هيمالايا، من معزة المارينو، نادرة جدا، خفيفة بالوزن وبالشتا بتبخ نار. طيب وقديش حق الدراع؟ من حيث السعر لا كلك فكري أبدا، أنا رح أعطيك سعر ما انعطى لواحد ابن أمه وأبوه، سعر خاص جدا. ليش؟ ليش يا حزرك؟ لأنه أنا يعني حابب ضمك ضمن مجموعة الفي اي بي تبعي. وشو بيشتغل هذا الفي اي بي؟ الفي اي بي يا استاذ مو زلمة، هدول ناس مهمين يعني تقال، هيك كان قصده معلمي. ولك انت شو دخلك؟ مو عم بحكي انا والمعلم، خليك بشغلك يا اخي. انا كنت حابب انصحك. ولك خليك بشغلك، لعمك شو بتلعب وبتتدخل بشغلات مالك فيها. خلاص قعدوا خلاص سمعنا شباب. هذا صانعي مزوق كتير، صار له عندي عمر وتعليقاته كتير حلوة، وياما ضحكني وأنا مو جاي على بالي أضحك عابس، وياما هلا اتركني من صانعك وخلصني، قديش بدك حق دراع؟ سيدي ما منختلف، منلعب للجيبة مو فارقة، باينتك زلمة أكابر وما رح نتشاكل مع بعضنا بإذن الله. يا سيدي تسلم، بس قلي قديش حق دراع؟ صدقني ما رح اخذ منك ليره واحده زياده، يعني لو فتلت السوق ما رح تلاقي ارخص من السعر اللي رح اعطيك. يا سيدي الله يبارك فيك ويخلينا، بس بقديش يعني؟ سيدي انت لا تدفع ولا فرنك الا بعد ما تلبس الطقم، واذا ما عجبك انا مستعد اقدم لك يا هديه. ولك نفخت لي قلبي، مشان الله احكي لي قديش بدك حق دراع؟ طول بالك يا سيدي، طول بالك علي ابو سليم، طول بالك. هو الزباين الجداد انهم دائما سعر مدلل، يعني انا هذا شعاري. امنتوا بالله على هالنهار؟ لك بدك تجنني ابو صبري؟ اللي قديش حق دراع؟ ها سيدي أنا ما رح قلك لا بعشرين ولا 22 ولا رح قلك لا بثلاثين ولا بثمنتعش، لأن الربح المادي عندي ما هو الأساس، هيك طبعي أنا، يعني هيك ربيت أنا. والدي الله يرحمه ترابه كان ولك أبو صبري لا طلع لي خليها وخلي غلط معك، بديش الدراع. فصاعة فصاعة، شو أنك عصبي عجول عصبي. على كل حال يا سيدي أنا رح أعطيك دراع، اللهم صلي على النبي. لك والله الواحد بيحتار يعني، لأنه جيتك على المحل غالي وفوتك لعندي والله ما بتقدر بثمانية أستاذ. ولك أبو صبري مشان الله فهمني، أنت ملاقي رزقك بالشارع؟ لا أبدا، سبحانك يا ربي، يا مانح الطير بالسماء رزقه، يا عاطي العصافير. ولك كلمة ورد غطاها، الدراع بقديش؟ لو سمحت يعني هو إذا قلنا الطقم بده 3 دروع ونص بعتقد الشغلة ما رح تكلفك كتير، مقبولة مهضومة مبلوعة يعني
يعني يا معلمي ببوس ايدك قل له خلصني بقى، والله التحى قلبي وقلبه. شبك شو صار له يا سيدي؟ الدراع راح احسب لك الدراع بثلاث ورقات منيحين. شو ها؟ ثلاث ليرات حق دراع؟ ايش عم بيشتري من عندك ذهب؟ الذهب ارخص. اكيد اكيد ما في شك ارخص بكثير. بالعكس بكره اذا لبست الطقم اياك تعلق بروش ذهب عليه. اياك ها، اوعك عم حذرك بخيص سعره. ها انا عم بعطيك صوف كشمير من هيمالايا ممزوج بشعر معزه من نيوزيلندا. بقى شو دحش الذهب بين النفايس؟ الله خليني اياك. شو فوتوا الفوته؟ شوف ابو صبري، وحيات شواربي وشواربك ما بيشفع لك عندي الا سمعتك الطيبه بين الناس. مشان هيك رح نتكل على الله. تشرف باشر تفصيل. بعون الله. قول الله. اتفقنا على قماشة استاذ؟ يعني والله انا شايفها حلوة. انت شو رأيك ابو صبري؟ والله انا مستعد اذا ما عجبتك اني خلص 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 ابو صبري خلص عجبتني. قديش بدك سلفة؟ هو بالعادة انا باخد سلفة من الناس. اعطيه 15 ليرة. فضلت على راسنا. شرف هي 15 ليره. يسلم وديات نعمه كريم، يعوضن عليك بالعشره ان شاء الله. ايمتى القياس عمي؟ هو بالواقع اذا جيت للواقع يعني انا بنعاتي ما خربت بالقياس ولا ملي متر واحد. بقى يلي بيقول لك قياس وما قياس بده يجي يتشرف. لك يعني في قياس ولا ما في قياس؟ هو القياس مو ضروري عند الشياط الخاطر، عند الخياط الشاطر. بس كل الخياطين اتفقوا على انه القياس ضروري. انا بزمانه اسمع القصه بزمانه. لك حبيبي ما بدي اسمع شيء، مشان الله فهمني ايمتى القياس؟ بعد اسبوع استاذ، بعد اسبوع. غبلك اسبوع زمان ورجع لعنا. انطال هالجوهره من زمان. فضلت على راسي والله. لك على اي جيره انت افهم من معلمك. السلام عليكم. الله معك حبيبي، مع السلامه. اهلين وسهلين مرحبتين. الله معك، الله يجعلك بكل خير وسلامه. مع السلامه يا سيدي. الله معك، مع السلامه. اهلين وسهلين مرحبتين. اهلين ام محمد، اهلا وسهلا ومرحبا. يا سيدي هلا اجى وقت براد الشاي. هلا وقته. جدد لنا الطبخه اعمل معروف. يا امرك معلم. جميل جمال مالوش مثال ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال. جميل جمال. انا يا شباب رئيس المخفر الجديد لحارتكم، وهالشي بده يحملني مسؤولية كبيرة للحفاظ على الأمن والاستقرار وسعادة الحي. لذلك بدي منكم كلكم تكون عيونكم سهرة على مصالح المواطنين. يعني ما بدي حدا يشتكي منكم من سوء معاملة أو مماطلة أو غلاظة. وبدي إياكم كلكم تقتدوا فيني وبتصرفاتي، وانا ان شاء الله راح كون مثال ونموذج للتفاني ومثالا للاخلاص والانضباط الوظيفي. وهلا ما عندي غير هالكلمتين لكم اياهم. يعطيكم العافيه، تفضلوا على شغلكم. تمام سيدي، الله معكم. وعليكم السلام. وين وين ابو صبري؟ لحظه لو سمحت. امور كلمتين ورد قطعه بوقت تاني، مستعجل شوي. الله يخليك. لك سيدو ما راح اخرك، هو سؤال صغير. امور سيدو، انت بتعرفني انا ما بسق خياط غيرك. بقى بدي منك تفصل لي انباز وجبه من تحت الديات الحلوين. وشو بتأمر انا جاهز. بقى شو قلت ابو صبري؟ على عيني وراسي يا شيخ بدر، انا بدي خدمه. بس صدقني انا لا بفهم لا بالانابيز ولا بالعبي ولا بالجباب ولا بالشراويل. انا خياط مدني، يعني غير طقومه وجواكيت وبنطلونات وكبابيد ما بخيط. مو كبرت نفس بس ما بيطلع بايدي. يعني هلا شغلي كيمياء. بعدين انت سيد المعلمين، ومثل ما بيقول المثل ضربه المعلم بألف ولو شلفها شلف. يا شيخ بدر يا شيخ بدر، تشكر على هذه الثقه، بس ارجوك تفهمني وتعذرني. النجار غير الحداد، والدكتور غير الصيدلي، والمحامي غير العرض حلجي. بقى سبحان ربي اللي خلق لكل انسان خيله وصنعه.
والله إذا كان هيك عم تقول معناتها معك حق، وأنا ما بدي أحرجك بسألتي لك. لا العفو، استأذن عنا شيخنا. يلا السلام عليكم. الله معك أبو صبري، الله يحميك. عافيك عدو. أهلين معلمي، تعود. ايه والله تعودت، علقني الشيخ بدر فرق علقة. مثل العادة، بده يفصل إنباز، والله مو هين. ايه نعم يا سيدي، بده يفصل إنباز. سبحان الذي خلق الشيخ بدر، ما له علة من العلال إلا إنه بيحب القرقرة والبربرة. يعني الرجال والكلمة تلحق تنقال. ايه عنده أخلاق وعلم وتربية ومن جميعه. نعم. بس يعني متى ما عليه السيرة بيتبقى فرد دب أو بيطيل السيرة. صح صح. بس ايه؟ على مؤاخذة معلمي، لا تأخذ دي بهالكلمة، يعني كمان أنت عندك طبع والله بينرفز. اسكت ولا اسكت. شو عال والله ما بقي علي إلا قعده حتى تكمل محاسني. خلص. هذا سأل عني بغيابي؟ ايه سأل عنك واحد. سلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا. هريم زهريم مرحبتين. الله يعطيكم العافية. اهلا وسهلا مرحبا حبيبي. حضرتك ابو صبري مكوك؟ نعم يا سيدي انا مور. دلوني عليك جماعة، قالوا لي عنك شيخ الكار، شيخ الخياطين يعني، وبدي افسر عندك طقم معيد شواربك. ايه على عيني وراسي. الاسم الكريم اخي؟ طربش ابو فانوس. نعم. شو هاي نعم؟ شو بدك؟ عفوا ما سمعت الاسم منيح. ايوه طربش ابو فانوس. ايوه وسبعت نعم يا سيدي. هو بيت ابو قابوس معروفين تماما لانه ابو فانوس. هذا اللي بقصده. هالعيله ابو يعني معروفين تماما. وانا عارف حدا بعيلتنا؟ لا مو مسألة بعرف وما بعرف، بس عيلتكم. هلا شو بدك بعيلتنا؟ شفتني هلا ماشي، خد قياسي وخلصنا. ايه تكرم عيونك، تكرم معلم ولا يهمك. شو شفت اللي اياها؟ والله للأمانة هلا ماشي عادية. عادية تماما، وفي عندي أحلى منها. لك أنت شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ لك هاي جايتني خص نص من بريطانيا. بجوز بجوز، بس مو كل شيء بيجي من ايه مو شغلتك. سايرو سايرو معلم، سايرو هذا المعلم طربوش، هو جايب قماشة غالية على قلبه، نحن شغلتنا نفصل ونخيط. طرباش مو طربوش، بعدين شو هي سايرو؟ ولك أنا طربش أبو فانوس، يلي إذا سند دباني بحارته بيحسب الله ما خلقها، بقى شو هاي سايرو؟ ولا يهمك ولا يهمك، كعده وصانعي بيحب يمزح مع الزباين، هيك طبعه يعني. يحكي على قده أحسن له. أمرك معلم. كعده خد الدفتر وافتح صفحة جديدة الله يرضى عليك. أمرك. رح نبلش القياس. يلا أوام. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب رأس الصفحة المعلم طربش ابو ناموس. ابو ناموس ما يكسدي ابو فانوس والسبعة نعم ابو فانوس بس نفس القافية. يا سيدي اكتوب 96 بس محبوحهم شوي وهي 97 ماشي 150 46 46 46 باطي 66 صحيح. يلا سيدي خلصنا. ايه سيدي شلون بتحب الطعام؟ كمر عادي عادي. جاكيت صفين زرار كوازي مش كلاسيك، وبدي أربع جياب جوانيات، واحد للباكيت اللهم صل على النبي، واحد للقداحة، واحد للكزلوك، والرابعة احتياط. وشلون بتحب موديل الخصر؟ عريض ومبهبط. أيوة عريض ومبهبط. الجياب الجوانية مايلة وغميقة. مايلة وغميقة كتوب. والخصر ضيق ومزمرق. ضيق ومزمرق. والكتاف قد ما فيك عليهم وعرضهم. عالين وعراض. ورجل البنطلون حلقة شروال. حلقة شروال. وال لا خلصني بقى لا تجلب علينا دقت خلاقي. ها عفوا معلم طربش، بس لازم اعرف شو رغبة الزبون. انا اخي انا رغبتي تخلصني اوام، عندي جاهة بعربين ومستعجل، مفهوم؟ ايه مفهوم ولو معلم طربش مفهوم واضح تماما. ايوه
بعدين اوعك تشرط لي القماشه، ها مثل ما قلت لك هي جايتني خص نص من بريطانيا، ما في اختها بالبلد. هو بيجوز ما يكون في اختها، بس بيلتقى بنت اختها او بنت خالتها مثلا او هلا بلا ما تخفف لي دمها، ده اخلاقي عملها. سلامتك يا سيدي سلامتك. تاخذ مصاري هلا ولا بعدين؟ والله هو خود خود لا تدلى، هي 10 على الحساب. انتوا قد ايه بتاخذوا بالعاده؟ خصمها 13. لك اخي ما بنختلف، انت زوزقها ورتبها بعطيك 23. لا تنسى صفين الكروزه، بدي فرجيهم لاهالي عربين انه وقت بدي يتحيون والبيس بعرف البيس. وبيني وبينها بدي اصواته، بدي رشح حالي على المجلس. بيطلع لك معلم بيطلع لك، لانه في مثلي متايد بالمجلس، ما هيك ابو صبري؟ هو الواقع يعني بالمجلس بيلتقى مثل حكا، يعني في تشكيله هيك من ال هو علينا. هلا امتى بجيب خط الطقم؟ اسبوعين معلم، غيب اسبوعين بكون جاهز. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله معك، عود شرب شاي. غريب هالشخص، اسما وسلوكا ومحضرا. اسمع يا مساعد حسين، أنا إلي وشين، وش عبوس قمطرير لئيم شرير، وش لطيف وناعم ويا من تراني مساير، وكمان إلي طبعين، طبع جاف وشرس وطبع حلس ملس طلس. سيدي نحن ما شفنا منك إلا كل خير. هذا لأنه عم بتسايرني بكل شي بطلبه منك، بس إذا حاولت تخالفني ساعتها رح تعرف بالضبط وش الحقيقي. معاش اللي بدي خالفك يا سيدي. ها ها، انا متوقع انك تفهمني، ورح تطلعني على كل شاردة وواردة، لذلك سمحت لنفسي احكي انا وياك كاصدقاء، وبتعرف انه هذا ممنوع. غمرتني بفضلك يا سيدي. بدي اسألك سؤال وجاوبني عليه بصراحة. مور سيدي. قدي بيطلع لك براني؟ أنا الحقيقة بدي النص. بس أنا قلت لك بدي النص. مفهوم حبيبي؟ حاضر حبيبي. أمرك سيدي. وينك عدو؟ مرني معلي. إذا حدا سأل عني أنا نازل على الحمدية حتجيب كرستا. معناتها تجيب معك الزرار كبير وصغير ومن جميع الالوان، لانه ليش نازل لهنيك لك؟ على كل حال اذا اجى زبون اوعك تاخذ اياسه، ها اعطيه موعد ثاني حتى اكون موجود. امرك معلم. يلا بخاطرك. الله ييسر لك. يا معين العزيزين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحتي نقرها عرب سلام. مرحبا يا سيدي، يخلي لي اياك. طمني خلص طقم؟ ولو جاهز وملفوف وعلى التعليقة مشلوف، هاتوا يا كعدو لنشوف. طمرت على قفي. شو يا ابو صبري؟ رأي الحشيشة معك اليوم؟ لا اخي شو بدنا نساوي؟ يعني إذا ما مرقنا وقتنا وضحكنا لنا شوي، إي والله العمر بصير صعب. يا هلا مشاكل. موشح خلصنا. زين. يا سمود يا، أعطيه الطقم بقى يا كعدو. أمرك معلم. شرف استاذ. ربي يسلمون يا سيدي، فضلتوا على راسي. لا العفو، الله يخلي لي اياك. الف مبروك ان شاء الله يا سيدنا. أرى الله يبارك بعمرك. تسمح لي انا اقرا بوسي؟ شو ها؟ لا إيه خلصنا. خلي لي، صرت زبوننا لانه لك يا اهلا وسهلا. توبع سرع الله. ولو يا سيدي انا رايح لسوق الخيطان، اذا حدا اجى بده يفصل. سلام عرجان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين استاذ طربش. أبو إيش بينادوا لك؟ أبو صخر. أهلين وسهلين بأبو صخر، أهلين بهالوش المنور. هلا شو صار معنا؟ خلصنا ولا لسه؟ ولو معقول يا أبو صبري، يخلف ميعاده، نحن كلمتنا كلمة ووعدنا وعد يا أبو صخر، معقول؟ ولك هلا خلصني، زلمتي عم استناني عم صيف الثاني على رجل وحدة، شو صار معنا؟ خير؟ ليش وين رجله الثانية؟ هلا خلصني بلا كلام سعيد. وين الطقم؟ جاهز جاهز، تحت أمرك، تحت أمرك معلم طربش. بينتك اليوم مالك رايق منوبة، الحق بيدك. لك يخرب بيتك، شو بتلاقي تعمل لك مستشفى؟ وين الطقم؟ طيب، أعطيك طقم. أمرك معلم. أوام. أهلا وسهلا فيك، يا ميت مرحبا معلم طربش. عمى. لا ولا يهمك ولا يهمك. شرف معلم، الطقم خالص ومكوي وعلى الأرض. تفضل يا سيدي تفضل، ألف مبروك إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. سلم إيديكم. الله يخليك، صرت زبوننا.
شكرا شكرا. السلام عليكم. محمد كريم مع السلامة يا سيدي. الله معك. مع السلامة. اسمع يا مساعد حسين، ما في شيء ببلاش، لأنه البلاش لاش، وما حدا بيخدم حدا على سواد عيونه. بس سيدي يعني أحياناً الواحد بيقدم خدمة للناس تحت اسم مسؤولية الواجب الوظيفي. هلا لا تحكي لي من فوق الأساطيح، عم بقول لك كل شيء له ثمن، والناس تدفع مصاري مشان راحتها، إكراميات، هدايا، شوفة خاطر، سميها اللي بدك إياه، ولحنا عنا التزامات تجاه حياتنا، وهالراتب الرسمي منسميه لحنا راتب رمزي، والشاطر يلي بيشتغل بصمت وبدون ما حدا يدرى، مفهوم؟ نعم سيدي مفهوم. لذلك املي الرحمة على جنب، لأنه مدخولنا ألان هالأيام، وأنا عندي دفعات مهمة. بس سيدي لما تهدى روح جيب لنا كم فروج من عند هذا صاحبنا، يطالعنا له صهره من النظارة وغيرنا له ضبط المغفر. يلا أمرك سيدي. اللي بيعجبك شيله، لا ما راح نختميه. أنا مورجيك يا أبو صبري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو ليش ما قال السلام عليكم؟ الحارة هذا ولا دريب؟ والله ما عرفته، بينتو دريب. وليش ما رمى السلام؟ هلا شو بنا شيخ بدر؟ سيفي الحس رقبته. خلاص لك 10-11-12 دقت الساعة بالليل وأنا وحدي، وفجأة دق الباب وبعدني عم حط راسي على المخدي، وفتحت الباب بسرعة وضربته ضربة جيده، خليته يوقع على الأرض الفرد اللي كان بإيده، وربطته بالحبلي وعملت له قتلي، ربطته بالحبلي وعملت له قتلي، ولميت الجيران لميت الجيران عصرخوا عيدها عيدها ما فهمناها. رجع دق الباب. شو فكر لي درك ولد؟ ولد صغير؟ خير خير معلم ابو طبش، ابو صخر الطربش. خير خير والله لو طربش المحل فوق راسك. والله على مهلك معلم، على مهلك شوي، روق حتى افهم منك. لك شو بدي افهم؟ شو بدي افهم يا قليل الضمير والوجدان؟ يخرب بيتك من قامتك. لكن معقول تفصل لي طعم بقماشة نبتي ما تسوى فرنجين وتسألني ماشي اللي جايتني من بريطانيا؟ شو الناس عندك دبان ولك؟ حاجة تقول لك لمعلمي؟ قصدي والله محرمة يا معلم. يا والله لعيبة يا ربتك انت ومعلمك، انا مايم والله. معلش يا استاذ طربش، اتركوا لو بسرعة. شو صار لك؟ انا قديش شايف نصابين ومحتارين، بس مثلك ما شفتوا لا عيني رأيت. اهلين استاذ نقرنا. شو؟ لك نقرها نقرنو. ولك هذا لون كهلي يا ظالم، هذا لون اكابري. ها يخرب بيتك من هبطة، لك هي ماشية يا ابن حرام، شنك تفصلت على زبون تاني مشان تنهى بحقها. اي والله لسويت عيشتك والله. على مهلكم يا جماعة، بالظاهر نحن خربطنا. قلت لي خربطنا ما؟ اي والله انا خربت الراس شيتك والله. يا روق عمي خلينا نفهم منك شوي، هي القماشة إلك؟ ايه لي. يا معلمين يا أساتذة، على مهلكم شوي، ما خربت الدنيا. هدوا 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 لو سمحتوا. طولوا بالكم واستهدوا الرحمن شوي، بجوز نحن خربطنا، يعني بجوز نحن فصلنا. ماشيت المعلم للأستاذ وماشيت الأستاذ للمعلم، يعني بتصير لشو طوش؟ خلاص ولا؟ اسمعوا لها، معك جمعة 7 أيام بترجع بتفتح الطعم هاد وبتفصل لي اياه وعقياسي وعالبكلي وصفين كروزي، وإلا بسود لك عيشتك والله. أنا ما بينبسها معي بنام ولا. سلام. وأنا وأنا كمان ما بينبسها معي بنام. عم تفهم أبو صبري؟ يا معلمنا أرها، عود وشرب كاسة عرقسوس وهدي أعصابك وخلينا نتفاهم. جيب عرقسوس يا كعدو. حاضر معلم. سيدي المسألة ما فيها سوء نية بتاتا، وعلى هوا مالنا مسجلين بالدفتر، بالظاهر مخربطين بينك وبين الشخص يلي اسمه طربش أبو جاموس. هي هي القصة. وكيف بدنا نصلحها؟ يا ساتنا مختلفة يا أبو صبري مثل اللوح هو. ها هلا أنت بالأصل مالك شاري قماشتك من عندي، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. عظيم جدا، أنا رح أفصل لك غيرها على حسابي، وبدك تعذرني مشان التأخير، مشان العرس تبعك يعني. لك لا في عرس ولا في شيء،
أنا قلت لك هيك لأني مستعجل شوي. ها ها يا عيني عليك، وأنا وعد مني رح خلص لك الطقم بأسرع ما يمكن. أنت بنتك كتير طيب، مع أنه وشك بيعطي لقم كبير. أنت كتير طيوب، هات بوسة من شواربك. طب مشان الله لا بقى تبوسني، بعدين قيمك من شواربي يا أخي، أنا بدني مهزوز لهلا. اتفضل سيدنا ارهو. لك نقرها. عفو تفضل يا سيدي، خليني اياك. تفضل تفضل تفضل، روق دمك روق دمك حبيبي. روق. اللهم اخزيك يا شيطان. مجال مجال مجال. صحة صحة صحة. ايه رح طلع من عيوني شباب، خلقتني صحة وانا وصحة وانا. فلنفرض انه اثنين متخانقين واجوا اشتكوا للمغفر ولهالسبب هاد، شو بتساوي حضرتك؟ سيدي بشوف الحق على مين حتى. بلا حتى بلا متى. ولك يا بني آدم لازم تعرف وزن كل من الخصمين. شلون يعني وزنه؟ يعني شو وضعه الاجتماعي، شو بيشتغل، آدمي جئر ابن حلال، معه مصاري أندبوري، وعلى الأساس بتشتغل. بس سيدي لازم أعرف شو القصة لحتى أعرف الحق على مين. أفهمه مثل ما بدك، بس لازم تطيب خاطر هاد وهاد، ولازم تقنعهم أنه في توقيف بالنظارة يومين أو ثلاثة، لأنه مثل ما بتعرف رئيس المخفر ما بيقدر يوقف الناس أكتر من هيك. فهمت عليك سيدي، قصدك أنه كل واحد بده يكرمنا شكل مشان نتركه، ما هيك؟ مزبوط. طيب وشاكي شو دخله؟ يا لطيف شو بغو. أنا رح فهمك، عود واسمع مني منيح. أول شيء لازم تعرف اسمع أنت وياه، أنا لحمي مر وصليتي ضيقة وخلاقي براس مناخيري، وأنا ماشي مثل ما قلت لكم اللي أعطيتكم إياها، جايتني من بلاد برا من بريطانيا، والمعمل شيتها فصلت ثلاث قطع، واحدة إلي، واحدة لجوز ملكة البريطان، والثالثة قربوا لكم لمين؟ ما شو قلتوا؟ طيب والله يا معلم طرباش، لا ماشي تشركت، يعني ما بقدر اقلبها من قياس لمعلم نقرها لقياسك، لانه ما شاء الله انت يعني انت 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 طويل كثير، يعني بتعرف. ايوه معناتها انتوا ما بتفهموا بالحسنى. ولي معكم يومين ثلاثه، يومين ثلاثه، اذا ما بيجي لهون وبلاقي ماشتي مثل ما سلمتكم اياها والله لسويت عشرة. طول بالك يا معلم، القماشه نقصت وخلاص. لك يقصوا رابتك، يقصوا رابتك عمين، يخرب بيتك بنابتك. بدي ماشتي يعني بدي ماشتي. يعني شو بدنا نحل الموضوع اخي؟ خذ وحده بداله. اخي انا ما بدي وحده بداله، بدي ماشتي. لك بس هذا مستحيل. مستحيل؟ لك انا لوزه بتلقوه. بس هذا مو عدل يا ابو فانوس. لك شو العدل؟ انك تشرك ماشي وتقصى؟ عم ندفع لك عطل وضرر. اخي انت فصل ونحن علينا التنفيذ. اخي انا ما بفهم، انا بدي ماشتي يعني بدي ماشتي. ها السلام عليكم. مرحبا بصبري. السلام. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا شيخي. وعليكم السلام. تفضل شيخ بدر. اهلا وسهلا ومرحبا فيك. يعطيكم العافيه يا اخوان. شيخ بدر نحن واعين بمشكله عويصه. خير اللهم اجعله خير. نحن غلطنا وفصلنا جوخة جايبة الأخ، فصلناها على قياس غيره، هالجوخة غالية، عرضنا عليه أنه نعوض له إياها، رفض. ليش يا ابني ليش؟ أبو صبري معروف باستقامته، والرجل لا يخطئ. وأنا هيك، فهمي على قده، بدي فش خلي بهذا الذي لا يخطئ. لك يا ابني عم نقول لك الرجل آدمي من خيرة الناس بالحارة. وأنا أسعار ودون، عجبك شيخي ولا ما عجبك؟ اللي إذا ما عجبك ها؟ أعوذ بالله من غضب الله، بس يا ابني هذا اللي عم تساويه ما بيجوز. الله يرضى عليك شيخنا، لا تعمل لي حكم ومواعظ ها؟ بدي أتسلى فيه مثل ما تسلى فيني. أنا ما تسليت فيك. أنا بدي ماشتي يعني بدي ماشتي. لك يا ابني أنت مبين عم تعجزوا لهالزلمة معجزة ها؟ بالحق. إيه بالحق، بس الحق ما بيتحصل، بيتحصل شيء بيشبهه بالتمن. المذنب بده يدفع الثمن. وشو هو الثمن بقى؟ بدي شنطته مثل ما شنطتني، وبهدله مثل ما بهدلني. بس هذا كلام شخص متهور، يعني لا تواخذني بالكلمة. سمعنا شيخي، سمعنا الله يرضى عليه. ليش عم تحكي مع شيخ بدر؟ الزلمة فات واسطة خير. ما حدا كلفه. طيب ومشان الدين؟ مو خرج. ومن هون لهون؟ الله يرضى عليك شيخنا، بلا تلبسي الله يرضى عليك. ليه؟ أعوذ برب الفلق من هذا الزلمة شوف عجير. يلا السلام عليكم. الله معك يا شيخ، نعتذر. لك ليش حكيت مع الشيخ؟ هلا كل من قال لي شيخ صار شيخ، بلا شيخ بلا ميخ. لك صحيح؟
أنا ليش جاي لعندكم؟ أيوة بدي ماشتي، يعني بدي ماشتي. تعال إلا قعدوا، خذ مفتيح تعال برا. تعال هونك، تعال هون. لك والله لا أكلك مثل المعروف يا مطبوط. أنا فنجي. يعطيك العافية. أهلين العافية. رئيس المخفر هون؟ إيه تفضل جوا. هيك لكان. أنا بورجيك يا مساعد حسين. نعم سيدي. خذوا على النظارة. عمرك سيدي امشوا لعم. امشي. يعطيك العافية يا سيدي. أهلين خير شوفي. القصة ما فيها يا سيدي هي كالتالي. وينك وينك؟ ايوه ايوه قرب قرب. ايوه قرب قرب تعبا. شغلتك محلولة يا ابو صبري. يا مساعد حسين. حاضر سيدي. بتروح للدكانة ابو صبري، في شخص هنيك بتجيبه بسرعة لهون. امرك سيدي. تكرم يا ابو صبري. صباح الخير شيخ بدر. يا صباح الخيرات. لك صحيح ابو صبري؟ شو صار بينك وبين هذا الرجال اللئيم اللي كان عندك بالمحل؟ خلاص مشي حاله، انتهينا منه. رئيس المخفر نهاها بأرضها وما دفعني ولا قرش. ايه بارك الله فيه وبأمثاله. امين يا سيدي امين. ايه سيدي خليني امشي بالاذن. الله معك ابو صبري. الله معك. الله يحميك. الله يعزك. يعطيك العافية قعدو. أهلين معلمي صباح الخير. حدا سأل عني بغيابي؟ اي والله اجا واحد سأل عنك من شوي. مالك شو اسمه؟ ما شو اسمه بس قال بيرجع بعد شوي. خير يا سيدي خير. اعطيني قماشة بيت النحلاوي حتى افصلهم اياها. امرك معلمي. هي هي. عظيم. يا سليمة يا سليمة بعيني انا شفت البنية حادمة. يعطيك العافية معلم صبري. اهلين وسهلين يا اخ. اهلا وسهلا ومرحبا. أنا جاي فصل بدلة عندها. أميت مرحبا. أهلين وسهلين شرفت. بدي الجوخ من عندك كمان. إيه تكرم على عيني. بس بدي إياها قطعة مرتبة ها، يعني لا يعلى عليها. طلبك مجاب بإذن الله. أنا بعتني رئيس الكراكون بيقلك توصى فيني. إيه لا توصي حريص. رئيس الكراكون بيكون خالي، وحكى لي على هداك الزلمة اللي كان عم يضايقك كيف خلصت منه. إيه والله إيه والله إله الفضل. وعلى فكرة قال لي خالي أخذ يلي بدي إياه وهو بيحاسبك بعدين. ايوه ايه شو عليه تكرم؟ في مجال نشوف القماشة من بعد اذنهم. ايه شو عليه؟ ما في مشكلة منو. الو اهلين وسهلين بأبو وليد، شلونك؟ انا الحمد لله بخير. شو هالحكي؟ امتى؟ يعني اخيرا نوى يفوت على القفص؟ يا سيدي الله يجعل التمام على خير. شو هالحكي؟ أنا معزوم؟ إيه بتشرف يا سيدي. علم علم سيدي علم. الله معك مع السلامة. تعرف يا حسين أنا هامل حالي بمسألة طقوم المدنية، هين عزمت على عرس وما عندي ولا طقم مدني. وينك؟ ناديلي لأبو صبري ياخد قياسي وينقيلي جوخة تقيلة يدبر حالي فيها بهالعرس. أمرك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. طول بالك طول بالك. اهلا وعليكم السلام والاكرام. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين اخي. اهلين. انا بعتني لعندك رئيس المخفر، بيكون قرايبنا. ايوه اهلين وسهلين يا امري. وهالشاب الحلو الظريف يكون ابن اختي رئيفه. اهلا وسهلا اهلين. بعتني لعندك رئيس المخفر مشان تفصل له طعم لابن اختي. كفن عمرك، صار كبير يقبرني، صار شاب واول مره بحياته بيلبس طقومه، ومن حسن حظك انه انت رح تفصل له اياه. ايه طبعا طبعا انا محظوظ كثير. وبالنسبه للحساب ما يكن لك هم، رح يدفع لك يا ابو خالد. مين ابو خالد؟ يو رئيس المخفر ما قلت لك بقربنا، وقال انت وياه صحبه كثير للعظم، بالعلامه خلصك من واحد غليظ كان بده يقتلك. ايه والله الله سترني. ايه بقى
بدك تنقي لنا شقفة جوخة تكون هيك على كيف كيفك، نزل لي هالدب هاد من عندك لشوف. ايه هذا خالتي هادي. تقبر قلبي خالتي. بدك القماشة تكون تقيلة ولا خفيفة؟ لا خالتي تقيلة. فرد مرة. يا بر قلبي ما أحلى. فعلا يا أبو هشام الطقوم التجارية بهالأيام بازارية كلها، ولو ما كنت بعزك مثل أخي ما ببعتك لعند خياطي الخاص. على كل حال ولا يهمك، أنا رح أتصل لك فيه. ألو، مرحبا أبو صبري، شلونك؟ الحمد لله. ايه يا ابو صبري، الك ولا للديب؟ خس الديب طبعا. ما الله يرضى عليك. اسمع، راح ابعث لك اخي ابو هشام شمطه، بدي اياك تفصل له طقم مرتب، بس مستعجل عليه شويه. ايه طبعا، بدي اياه يبيض الوش مثل العاده. وينك؟ لا تاخذ منه مصاري، انا مقدم له اياه هديه. ايه بنبقى بنتحاسب. الله معك، مع السلامة. شلون؟ والله يا عمي انت دولة، حتى الخياطين بتمون عليهم. طبعا يا ابو هشام انا بعجبك. على العقل يا شباب. اهلين. حضرتك المعلم ابو صبري؟ نعم انا ابو صبري. امور محسوبك ابو جلال، بعتني لعندك رئيس المخفر مشان تفصل لي طقم وتقصر لي هالبنطلون وتفتح لي عروه زياده للجاكيت. الله يخلي لي اياك. قلت لي بدك طقم؟ ايه بدي طقم، لانه بدي سافر لعند اختي مكرم على بيروت. وعلى فكره رئيس المخفر قال عنك انك كتير مزوق، ورئيس المخفر لمعلوماتك بيقربنا من طرف الوالده وهو رح يمرق يحاسبك. قال لك هو بيحاسبني؟ ايه وحكالي عن وحكالك عن الزلمه اللي خلصنا من شره واللي كان بده يقتله لمعلمي ابو صبري، مو هيك؟ بالضبط. ايه تكرم عينك، على راسي وعيني ولو، بس شوفت عينك حبيبي، ما عاد عندي جوخ كتير. بقى ممكن تجيني بيوم تاني؟ يعني اجي بكره؟ ليش لا؟ تعا بكره اخي، شو عليه؟ الرئيس المخفر غالي علي كتير، مفضل على راسي من فوق. اصبح السلام عليكم. راجع بكرة. ها وعليكم السلام. شو هذا معلمي واخرته بقى؟ شايف لك محلنا صار فرع تاني للمخفى. ولا يهمك، عينك على الدكان. وين رايح معلمي؟ عم اقول لك عينك على الدكان. حاضر. الله يجيب العوائل سليمة. ايه طبعا كل شيء بوقته حلو. الله معك. وين يا أخ؟ أهلين أبو صبري، خير؟ مشان الله يا سيدي، إذا كنت حاميني ارفع عني حمايتك، وإذا كنت متوصي فيني خلصني من وصايتك، يعني إذا كنت سامح بصلبط على الناس حتى ترضي جماعتك، وإذا كانت هي بحارتنا سياستك، وبدك تدلل زلمك حتى يشتغلوا تحت رايتك، فأنا مالي مجبور فصل طقم ببلاش لابن عمك ولا بنطرون لابن خالتك، ولاني مستعد حتى واطي لأي صعلوك من قرابتك، ولاني مستعد اتعب واشقى حتى تنبسط أنت وجماعتك، روح دللهم يا أخي من كيسك وادفع لهم من جيبتك. انا زلمه فقير مستور ومحزن، شط علي ريالتك بأي لعن الساعه يلي طلبت فيها رعايتك، ويلعن الوقت يلي خلاني احتاج واحد مثل حكايتك. لك شو عم بتقول لك ابو صبري؟ بلا ابو انا عم بحكي الكلام لمصلحتك، لانه صاير صيتك بالحاره زنخ والكل عم يشكي من رزالتك، البلديه والبياعين والحرفيين والمساكين كلهم عم يقولوا لي على قامتك، لانه عواد ما تخلصنا من الزعران صرت حضرتك الازعر بظلمك وقساوتك. ولك شو صار لك يا ابو صبري؟ نلعب من هون يلا اطلع. على عيني، بس خليني اقول هالكلمتين قبل ما تحبسني بنظارتك. فعلا هالرجل ما عنده شيء ما بصير بحياته، لا شهامة ولا أخلاق ولا ضمير، ويلي استحوا ماتوا. طرباش انت هون؟ مشان الله تلني.